الوجهة الأثيرة للثقافة والفنون والتراث والحاضرة العريقة، مدينة مراكش التي تزينت لتواكب إقاعة المهرجان الوطني للفنون الشعبية الذي يعد تظاهرة فريدة أطفأت شمعتها 51 هذه السنة تحت شعار أغاني وإيقاعات خالدة. المهرجان الوطني للفنون الشعبية يتميز بحرصه على الحفاظ على الفنون الشعبية كتراث لا مادي للإنسانية وجزء لا يتجزأ من الهوية المتعددة والغنية والجامعة للمغرب، مع العمل على نقله للأجيال الصاعدة، إضافة إلى تكريس مكانة مدينة مراكش كمهد لهذه الفنون. المهرجان من المهرجانات القدام اللي كانوا في مدينة مراكش، وتبارك الله جميع الفرق من شمال المغرب جنوبه من الشرق والغرب كلهم تبارك الله كيجيو وكيحيوا واحد الحفل كبير كينطلقوا فيه من حاتي إلى دار البديع، تبارك الله كلهم الناس ناشطين وضحكين وكيخلقوا المتعة وكيخلقوا سميتهم السعادة للناس. أولا تعرفنا بالتراث ديال المغرب، الفولكلور المغربي الشعبي اللي من وجدة حتى الكويرة اللي فيه بزاف ديال المعاني وفيه بزاف ديال بالأخص اختاروا له مراكش، لأن مراكش كان هو كيقولوا السنتر في المغرب، فهمتي؟ كان عنده واحد الميزة وتنتمنى يتقدم. ويكتسي هذا المهرجان بعدا أكاديميا واجتماعيا عبر إسهامه الكبير في تعزيز الدينامية السياحية والاجتماعية والاقتصادية بالمدينة الحمراء، باعتباره أقدم مهرجان بالمملكة وأحد روائع التراث الشفاهي اللامادي للإنسانية حسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة. المهرجان الوطني للفنون الشعبية نجح في ترويج رسالة عالمية هي رسالة السلام والأصالة الثقافية عبر ضمه لكل الثقافات والألوان من العالم، باستضافته لإسبانيا كضيف شرف.